شو الصحة؟ طيب إن شاء الله. بارك الله بكم، هذا الجهد العظيم، جهد طيب هذا. عندنا 11 قاعة مال وزارة الشباب، نسقت مع سيد وزير الشباب، وزير الشباب ووزير النفط، راح تكمل عندنا. والأقسام الداخلية هاي واحد. دولتكم الثانية أيضا بدينا البارحة بمشروع الخدمة المختبرية لمنطقة الرصافة. بلشنا البارحة بالمستشفى الكندي، عندنا مستشفى الإمام علي ومستشفى الشهيد الصدر، وراح شركة الظلال أخذناها من وزارة الإعمار اللي هي راح تصير متاحة لكل المواطنين. بس مهم جدا هاي، يوفر كل الدعم، تعرف ليش؟ نعم بلد. هذا عمل اجتماعي. قدمونا دعم للصحة حتى الكثرة المبادرات، شوف احنا نهتم بها، توفير الأدوية، المعدات، يجب نهتم بها. اليوم أنا سعيد بوجودي بمدينة الصدر بين أهلي وأحبابي، مدينة البناء والتضحيات. فرحتي لها سببين، السبب الأول هو وجودي بين أهلي وأصدقائي في مدينة الصدر، والثاني هي المبادرة الطيبة التي قدمها أبطال سرايا السلام وقائدهم إلى أبناء الشعب العراقي وإلى وزارة الصحة بتجهيز هذا المستشفى بأكثر من 300 سرير لمعالجة وباء كورونا. أرجع أقول يجب أن نتذكر نحن عراقيون، أملنا كبير بالمستقبل، العراق أولا، العراق بيتنا، العراق وطننا، والعراق أملنا. أكرر شكري للأخوان في سرايا السلام، قائد السرايا السيد مقتدى الصدر، التاريخ سوف يذكركم بكل خير. على بركة الله افتتحنا هذا المشروع. أكرر شكري وتمنياتي من وزارة الصحة أن تعطي العناية الخاصة لهذا المشروع الذي أعطى رسالة واضحة عن تكافل وتكامل للمجتمع العراقي بكافة قطاعاته لدعم وزارة الصحة. أمس ساهل ويا الناس، تعرف ليش؟ الناس مرت بهذا الظرف الصعب، ما عدها إرادات، خلنا الساهل وياها، إيش تحتاج من عندي أنا أقدم لك كل الدعم. سيد الكاظمي، كنا إحنا وياك، أي شيء تحتاج بس دير بالك على المدينة، المدينة التضحيات، شهداء، ناس راحت، متروس أرامل، متروس شهداء، دير بالك عليها يا الله وأنت، ما عندنا غيرك بعد. المدينة تستحق هالعين وقبل هالعين.